اكو أطعمة ممكن تسبب لنا قولون عصبي؟ هلا اول شيء القولون العصبي نعم عندنا شغلتين، نعم المرتك اللي بيعتمد على التفكير والستريس وهدول الشغلات، في عنا واحد منهم، زين. والثاني اللي بيجي من الخربطه بالاكل. طبعا من الاكل حيزيد العوارض، الشغلات حتصير للأسوأ، خلينا نيجي نقول. بس السبب الرئيسي لمشكله القولون هو بيسموه مركب النزوح الحركي بالجسم. هو شو هو؟ هو مثل موجات كهربائية بتكون موجودة بالقولون. فشو بتعمل؟ أول شيء إمتى هالموجات إمتى بتشتغل، فينا نيجي نقول وقت ما تكون المعدة فاضية، يعني أثناء النوم، أوقات الصيام، بين الوجبات، ماشي؟ هذا المركب شو بيعمل؟ بيحاول يدفع الشغلات اللي ما انهضمت بالمعدة، ماشي؟ اللي ما تم هضمها، فبيعمل على إخراجها. الجماعة اللي عندهم قولون عندهم هذا الشيء الكفاءة تبعته أقل، فينا نيجي نقول. فشو بصير عنا؟ بصير عنا صعوبة إخراج مثل ما حضرتك قلت، في عنا مشاكل مثلا في إخراج، ولكن التكستشر تبعه منه مناسب، يعني خلينا نجي نقول، ماشي. وهذا المركب شو بيعمل؟ بينظم خلينا نقول البكتيريا والميكروبات بالامعاء والقولون، ماشي. فعنا هاي الشغله من اول الاسباب. الثاني شيء عنا نحن بنقول التهاب القولون بصير، ماشي. الاجهاد التاكسدي والالتهابات، هذول الشغلتين شوي. في عنا لكل شيء في اكسده، في مضاد اكسده. بجماعة مشاكل القولون عندهم مضادات الأكسدة الموجودة بالقولون منا كفيئة، أو خلينا نقول نسبتها أقل من نسبة خلينا نقول التأكسدية. أكثر أكو بهن مشكلة، في خربطة، في خربطة، ماشي. نعم. فهدول الشغلتين بيأثروا على نمو البكتيريا النافعة بالجسم. فشو بصير عنا بفترة الصيام؟ الشخص صايم، نعم، بعد قطع الصيام بيروح بيأكل أي شيء إجا، هاي الشيء شنو قدامه موجود ياكل. ما بقول لا، ونحن عنا الجسم بيحتاج لألياف خاصة جماعة القولون ليسهل عملية الإخراج. يحتاجون ألياف معينة، ألياف اللي موجودة بالفواكه، الموجودة بالخضروات، ونحن أهم شيء عنا بسموها البروبيوتكس، ماشي. هذا شو بيعمل؟ موجود هو بشكل عام بين ترشي الملفوف، مخلل الملفوف، مخلل الملفوف. هدول شو بيعملوا؟ بيزودوا نسبة البكتيريا النافعة بالجسم. فأنت لما كانت بكتيريا النافعة بالجسم أكثر، واللي هو الخربطة بالنسبة للبكتيريا هو أساس لخربطة القولون، بس أنت تحسن هذا الشيء بيتحسن. ولكن مثل ما قلنا لحد ما فينا نقول أنه في عنده علاج، لأنه هي بتطول على طول، بس فيك تقلل العوارض وفيك تزودها.